السلام عليكم ورحمة الله. معانا عرض قص فرنساوي مصبع صبغة سودا. القص ده معاه 3 زغاليل، عمر الزغاليل تقريبا شهر، شهر و3 أيام. زي ما احنا شايفين القص بيقسم زغاليله وبيحضن كويس وبيأكل كويس. زي ما احنا شايفين كمان القص صحته كويسة ما شاء الله، الزغاليل كويسة ومش متملح منها. العرض ده القص الكبير ومعاه 3 زغاليل والعش والقفص، سعر العرض كله 1800 جنيه. التسليم دار السلام ان شاء الله. طبعا هو كل العروض اللي موجودة في الفيديو ده بتاع الاستاذ احمد، بأمر الله هنقول رقم التليفون بتاع الاستاذ احمد حسين في اخر الفيديو ونهاية العرض بالكامل. العرض التاني دكر وايت فيس فرنساوي منتاية ايزابيل فرنساوي، معاهم 3 حتت ايزابيلات على وش فطام. الجوز ده كل انتاجه ايزابيلات. زي ما احنا شايفين القص صحة وريش وحجم بسم الله ما شاء الله. سعر الجوز الدكر الوايت فيس والانثى الايزابيل وال3 زغاليل بالقفص وبالعش 1100 جنيه. حاجة بسم الله ما شاء الله، زي ما احنا شايفين حاجة مضمونة، وزي ما قلنا التسليم دار السلام. العرض الثالث معانا زي ما احنا شايفين قص فرنساوي الدكر وايت فيس الانثى صبعة فرنساوي ايزابيل. القص ده معاه زغلول ايزابيل، ده كده المفروض يتفطم. القص ده سعره القص الذكر والانثى الاهالي والحته الايزابيل بنتهم مع العش والقفص سعره 950 جنيه. طبعا زي ما احنا شايفين العشوش كلها عشوش محترمه والاقفاص مش متهانه. واكد عليكم بامر الله هقول رقم التليفون نهايه العرض. العرض الرابع معانا قص بالفالو ذكر بالفالو وانثى بالفالو صريح، معاهم زغلول بالفالو الانثى بتملح وتم عزلها. القص ده تاني عيش ليه. سعر القص الذكر والانثى والزغلول والقفص والعش 5000 جنيه. زي ما احنا قلنا ليم الطيور ان شاء الله هيبقى في دار السلام. رقم تليفون استاذ احمد حسين للتواصل معاه 011-18-00-31-00-3. الرقم تاني 011-103-103. في امان الله.